الطبيب تخطفته يد الردى. يا شافي الأمراض من أرداك، قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للجنين يعيش في بطن أمه بلا راع ومرعى من الذي يرعاك. قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك. وإذا ترى الثعبان ينبت سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت عسلا، وقل للعسل من حلاك. واسأل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك. ولعل في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. ولله في كل شيء آية إن لم تكن تراه فهو يراك. أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك. فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك.